صدق أو لا تصدق، هذه القناني البلاستيكية ستصبح خلال شهر ونصف تقريبا سفينة بهذا الشكل. قد تبدو معجزة إلا أنها واقع ستنفذه جمعية شريك بالتعاون مع بلدية جبيل. فمن خلال جمع القناني من المطاعم والمنازل والفنادق المتعاونة ستبنى سفينة من 30 ألف قنينة، متوفر منها إلى اليوم حوالي 12 ألف والعمل مستمر. عرفنا أنه جبال مدارية جبال كتير مهتمة بكل شيء له خصة بالنفايات وفرز النفايات وجمعها. جمعية شريك اجت بفكرة تصميم وتنفيذ هيدي السفينة، حتى نعمل كلها من أنانة، أكيد فيها داخلها مواد تانية مثل خشب وحديد. حيكون عندنا حجم هي 9 أمتار طول بعرض 4 أمتار. رح يصير في إيفنت كتير كبير، السفينة رح تنطلق من جبال توصل لبيروت. أكيد نحن في تعاون كتير كبير من قبل بلدية بيروت. دي بتسعالة مبدئيا حيكون في 8 أشخاص هن اللي عم بيجتفوا، بحدود ال20 شخص حيكون فيها. رح تكون الام تي في أول من يبحر معكم؟ إن شاء الله تكون الام تي في أول من يبحر معنا. المشروع يأتي ضمن خطة شاملة لفرز النفايات بدأت بلدية جبيل العمل عليها، وهي خطة ليست معتمدة في معظم البلديات، والهدف تحويل النفايات من عامل مضر إلى عامل منتج. نحن أخذنا تمويل عليه من الاتحاد الأوروبي من خلال بلدية نيس كوت دازور، وهالمشروع هو مشروع كبير ببحر أبيض متوسط، فيه 14 شريك معنا. بلشنا نحط الأسس تبعه، كلفنا شركة تعمل دراسة عامة على جبال لهالمشروع هذا، عملت لنا دراسة جدوى feasibility study تنعرف نحن قديش المدينة بتنتج نفايات. أول شيء كانت العالم ما كتير عم تتجاوب معنا، هلأ صار في تجاوب أكتر، حتى في ناس يدقولنا من أحياء غير الحي اللي عم نشتغل فيه بدهم يفرزوا، بليز طلعوا لنا كونتينر تنحط فيه الزبالة. إذن جبيل من مدينة النشاط الثقافي والسياحي إلى جبيل على الخريطة العالمية لصداقة البيئة. إنه المجتمع اللبناني عامة وجبيلي خاصة يصير عنده ثقافة الوعي البيئية، إنه كل واحد بقلب بيته يجمع النفايات اللي عنده حسب التقسيم اللي عم نقدم له إياه. رؤيتنا المقبلة لمدينة جبيل إنه نرجع نوضع جبيل على الخريطة البيئية السليمة المتطورة لبعيدة عن التلوث. أطلقنا هذه الحملة إنه صبايا وشباب يتنقلوا بمختلف أرجاء بيوت مدينة جبيل من أجل توعية الناس، مساعدتهم، تشجيعهم على فرز داخل البيوت. حل مشكلة النفايات لم يعد مستعصيا بفعل بعض المبادرات الفردية، إذا تعممت قد يخطو لبنان خطوة متقدمة نحو حل جزء من آفاته البيئية.